السلام عليكم. تعز في الواجهة هذه المرة من بوابة حضور الدولة في المناطق المحررة وتفعيل المؤسسات ذات العلاقة بحياة المواطنين والحد من الإشكالات في الملفات الشائكة، وأهمها ملف الجرحى وملف دمج المقاومة بالجيش الوطني. رئيس الوزراء أحمد بن دغر يصدر 11 توجيها بتفعيل مؤسسات الدولة بتعز، منها استكمال دمج المقاومة في الجيش واستكمال معالجة الجرحى وفتح فرع البنك المركزي وفتح مكاتب البريد والجوازات وتفعيل الهيئة القضائية واستكمال صرف رواتب المعلمين. القرار جاء بفعل لقاءات مكثفة جرت في محافظة عدن بحضور محافظ تعز علي المعمري وقيادات اللقاء المشترك بتعز، استهدفت في مجملها تثبيت حضور الدولة في المناطق المحررة وخصوصا تلك المؤسسات الخدمية المتعلقة بحياة الناس. يقول مراقبون إن قرارات تفعيل المؤسسات في تعز ذات جدوى، خاصة أن هذه القرارات تأتي بعد توجيه سابق باعتماد موازنة للمحافظة وبغية حضور الدولة كفاعل وحيد بلا بدائل. فإلى أي مدى سيسهم هذا الأمر في تفعيل واستعادة الدولة في تعز؟ هل ستقضي هذه الخطوة على الفوضى الحاصلة بالمدينة التي لا تزال تشكل عائقا أمام إدارة مؤسسات الدولة؟ وما تأثير هذا الأمر على استكمال تحرير تعز؟ حول ذلك ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. ينضم لنا عبر السكايب من القاهرة المحلل السياسي عبد الله اسماعيل. أهلا بك أستاذ عبد الله. أهلا ومرحبا. نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام بمعيتكم وبمعية ضيفنا، لكن بعد أن نتابع هذا التقرير. فصل جديد من فصول حضور الدولة في تعز والمناطق المحررة على وجه التحديد، حزمة من القرارات المتعلقة بتفعيل مؤسسات الدولة وتثبيت حضورها وقطع شك الأشكال المسلحة بيقين الدولة ومؤسساتها الفاعلة. رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أصدر 11 توجيها بإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في تعز، ابتداء من استكمال دمج المقاومة في الجيش وحسم ملف معالجة الجرحى، بالإضافة إلى فتح فرع البنك المركزي ومكاتب البريد والجوازات وتفعيل الهيئة القضائية وانتهاء بمعالجة رواتب المعلمين. تلك أبرز الملفات الحساسة التي ظلت تمثل هاجسا مقلقا وضاعفت من الجروح المفتوحة لمحافظة تعرضت للاجتياح والحصار بسبب اختيارها طريق المقاومة من أجل استعادة الدولة ورفض هيمنة الميليشيا. القرارات جاءت بعد طاولة مستديرة شملت الأطراف الفاعلة في المحافظة عقب لقاءات تشاورية مكثفة جرت في محافظة عدن بحضور المحافظ علي المعمري وقيادات اللقاء المشترك التي قدمت الطلب لرئيس الحكومة بهذه القرارات، خطوة تلت قرار رئيس الجمهورية الأسبوع الفائت باعتماد موازنة للمحافظة والبدء بإزاحة المشهد المرتبك المتعلق بسؤال الدولة مع بروز بعض الكيانات الصغيرة والبدائل التي تنمو على حساب فراغ الدولة. وبحسب متابعين فإن أبناء تعز كبقية المواطنين يرجون حضور الدولة كمظلة للجميع ويأملون أن تفضي هذه الخطوة إلى الحد من الفوضى الحاصلة التي تشكل عائقا أمام إدارات المؤسسات وتفعيلها وقربها من الناس ويومياتهم التي لا تنقصها المكابدة. تأثير هذا الأمر على تحرير المدينة يبدو واضحا، وهذا ما ستفصح عنه الأيام المقبلة إذا ما تعلق الأمر بالأثر المترتب على حضور الدولة بين المواطنين وتحديدا في المؤسسات الخدمية وحل الإشكالات المتعلقة برواتب الموظفين وملف الجرحى باعتباره ملفا بالغ التأثير. أجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي عبر السكايب من القاهرة الأستاذ عبد الله إسماعيل المحلل السياسي. أستاذ عبد الله، إذا ما بدأنا بمعرفة أن تعز التي مر على حصارها من قبل ميليشيات الحوثي أكثر من عام، فك هذا الحصار جزئيا بعد يعني تحرير مناطق في الجبهة الغربية، تأتي هذه القرارات الآن من قبل رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، ما أهمية التوقيت؟ يعني أولا ابتداء هذه المدينة وهذه المحافظة هي محافظة المدنية أصلا، وهي ترفض أن تموت وهي ترفض أن تقع في براثن الفوضى، هي رغم كل التناقضات التي تبدو لكنها تظل مدينة متماسكة، مدينة إذا كانت المحافظات الأخرى وبعض المحافظات يعني ترغب في الدولة قيراط، فهذه المدينة وهذه المحافظة ترغب في الدولة
24 قيراط كما يمكن لو صح لنا أن يعني أن نستخدم هذا التعبير. هذه المدينة قدمت الكثير أمام مشروع الانقلابيين، أمام مشروع القضاء نهائيا على الدولة اليمنية، أمام مشروع التصدي لهذا يعني هذا المشروع الخطير الذي لا يستهدف فقط محافظة تعز وإنما يستهدف اليمن ويستهدف تاريخها ويستهدف مستقبلها وحاضرها. وبالتالي ما قدمته هذه المدينة، أنا كتبت قبل يومين أنها قدمت جميلا وطوقت يعني أعناقنا بجميل، لو قضينا كل أعمارنا أن يعني أن نوفي هذا الجميل لما كفى. وهذا بالفعل ونحن نشهد هذا الفعل المقاوم العظيم الذي يعني تكسرت على صخرته كل محاولات الحوافيش وكل محاولات الحوثيين وصالح يعني بشكل أو بآخر. وبالتالي أعتقد أن الاهتمام بهذه المدينة، الالتفات إلى تطبيع الحياة فيها، هي قابلة أن تطبع الحياة فيها، هي تحتاج فقط إلى اهتمام، إلى التركيز وفوكس على مشاكلها، على محاولة من الالتفاف الشعبي مع الالتفاف مع الجهد الرسمي لفكفكة ما يمكن أن نسميه يعني إشكالات لا ترقى إلى أنها مشكلات. أنا اليوم شاهدت أفلام عن مدينة تعز، الجامعة تعمل، الأسواق تكتظ بالمتسوقين، الناس يعيشون الحياة رغم كل الحصار وكل القذائف التي تسقط على رؤوسهم من قبل الحوافيش. أعتقد أن هذه يعني هذا جهد مهم، ومهم في هذا التوقيت بالذات. هنالك تطورات أعتقد أنها ستكون مستقبلية، ستكون في إطار التحرير الكامل لهذه المحافظة. ترتيب الأوضاع مهم لهذه الخطوة التي أعتقد أنها على الأبواب. طيب يعني قبل هذه القرارات كيف كانت تدار الأمور في تعز بحسب علمك؟ لا، لم تكن الفوضى عارمة يعني، ولم تكن الفوضى هي عنوان ما يحدث في تعز. يعني نحن نتذكر، وأريد أن أذكر جميعا أنه كلما كانت تحرر منطقة من مناطق تعز كان هنالك جهد من قبل السلطات والمقاومة والجيش الوطني على فتح المرافق المتعلقة بالناس، ما يخص أقسام الشرطة، ما يخص المستشفيات. المستشفى العسكري تم إعادته خلال شهر فقط من تحريره، وبالتالي لم تكن الأمور كما يتصور البعض. صحيح أن هنالك كما قلت إشكالات، لكن هذه الإشكالات تتعلق بملفات لابد أن يتم الاهتمام بها، ويبدو أنه بدأ الاهتمام بها، ما يتعلق بدمج المقاومة في الجيش الوطني، ما يتعلق بملف الجرحى وهو ملف مؤلم ومحزن بشكل كبير ويحتاج إلى التفاتة كبيرة لأنه بالفعل يعني يدمي القلوب. هنالك يعني إشكالات كبيرة في هذا الباب، لكن أيضا هنالك جهود الآن تتجه إلى هذا الأمر. أيضا ربما بدرت خلافات أو اختلافات في وجهة النظر أدت إلى بعض المشاحنات التي يمكن أن تحدث هنا وهنا، لكنها انعكاسات لهذين الأمرين المهمين. موضوع أيضا المرتبات، اليوم أيضا سمعنا أن هنالك توجيه بتسليم المرتبات للجنود في محافظة تعز. يعني أعتقد أن القضية هي أقرب للتحقيق لأن تكون تعز أيضا نموذجا من نماذج المناطق المحررة إذا ما تم التوجه بالفعل لتنفيذ هذه القرارات. وأعتقد أنا التوجه هو فعلي، يعني هذا الإجماع والاجتماع كان مهما وسيؤثر تأثيرا واضحا أعتقد، يعني إن لم يكن خلال أيام ربما خلال أسابيع فقط. طيب هل يعني تعكس هذه التوجيهات نزعة أو حضور أو ذهاب نحو تبلور أكثر لشكل الدولة، لحضور لمؤسسات الدولة بداخل تعز؟ يعني لابد أن نفهم أن معركة اليمنيين هي يعني الآن في كل مكان هي لاستعادة دولتهم. هذه هي النقطة الأولى وهو الهدف الأسمى وهو الهدف الأول الذي يسعى إليه اليمنيون، الذي يسعى إليه الجيش الوطني والمقاومة. وبالتالي إذا ما تحقق وخاصة في مدن كمدن عدن ومدن تعز هذه المدينة المتحضرة بأناسها بأشخاصها حتى، يعني إذا ما كان هذا التوجه واضحا فإنه سيتم الإسراع إلى إعادة مؤسسات الدولة. وأعود وأكرر، مؤسسات الدولة في تعز وخاصة في تعز لم تغب كثيرا،
يعني عندما نتحدث عن الأمن، عندما نتحدث عن أقسام البوليس، عندما نتحدث عن المستشفيات، عندما نتحدث أيضا عن الجامعة، عندما نتحدث عن كثير من الخدمات، صحيح أنها تأثرت بالحصار وأنها تأثرت كثيرا بهذا الصلف من قبل الحوثي وعفاش، لكن هذه مدينة غير قابلة أن تخضع وأن تركع. وبالتالي أعتقد أنه أن مدينة تعز أقرب إلى عودة المؤسسات وإلى تطبيع عدن من كثير من المدن الأخرى. أنا أتوقع مرة أخرى أن تكون لهذه القرارات إذا ما تم تفعيلها فورا الأثر الكبير في حياة يعني في حياة هذه المدينة، بل وستؤثر بالفعل إيجابا على تحرير بقية المناطق التي ما زالت يسيطر عليها الحوثي وصالح، وربما نشهد انتصارات كبيرة إذا ما تم علاج دمج المقاومة في الجيش الوطني، توفير المرتبات للموظفين وللعسكريين، أيضا إعادة المؤسسات القريبة من خدمات الناس. أعتقد أنها ستنعكس إيجابا على كل الملفات الأخرى وخاصة الملف العسكري. طيب أرجو أن يعني تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الله إسماعيل. ينضم لنا الآن وكيل محافظة تعز السيد محمد عبد العزيز. مساء الخير. يا مساء النور والسرور. أهلا بكم أستاذ محمد. هذه القرارات التي جاءت من رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، برأيك أستاذ محمد إلى أي مدى ستسهم في تفعيل حضور الدولة في تعز، في تعزيز الصورة التي تعطى لتعز على أنها مركز للمدنية، مركز للمؤسساتية، خصوصا فيما يتعلق بالإدارة والدولة؟ أولا شكرا لكم وشكرا لقناة القيس والاستوديو ولكل العاملين في الاستوديو للتواصل معنا وإتاحة لنا هذه الفرصة. والحقيقة أنه وضعنا في تعز، وضعنا في تعز كان محرج جدا خلال الفترة الماضية نتيجة لانهيار السلطة المحلية والأمنية في المديريات بشكل عام نتيجة الحرب، وأبناء تعز أجبروا على حمل السلاح ضد ميليشيات الحوثي صالح، فالذين أشعلون الحرب ضد تعز وضد كل المحافظات في وطننا الحبيب. والقرارات، بالنسبة للقرارات، هي الآن في قرارات بسيطة، لكن في قرارات قادمة ستشمل وكل المحافظات، ستشمل أيضا المدراء مديريات. وهذه القرارات نحن كنا ننتظرها من فترة شوية، لكن كان الحيثيات والإمكانيات كانت فيها تشكل عائق، لكن اليوم حقيقة الحكومة أقدمت على خطوات إيجابية مثل توفير المرتبات للجيش ودمج المقاومة في إطار الجيش، أيضا توفير موازنة، أيضا توفير المرتبات الموظفين ابتداء من شهر يناير كما وعدنا الأخ رئيس الوزراء في لقائنا معه. وحقيقة هذه الخطوات نحن ننتظرها ومتأكدين أن هذه القرارات سيكون لها فعلها في الميدان وبالتالي أيضا نحن كمشترك في إطار القوى السياسية والسلطة المحلية ناوين العزم ومقررين ومتعاونين كلنا للحل لإعادة بناء مؤسسة الدولة في المحافظة. وإعادة مؤسسة الدولة لا تشمل طبعا كل المؤسسات المدنية في إطار المحافظة، وهذه مهمة ينبغي أن ننجزها كسلطة محلية وكقوة سياسية في خلال فترة يعني مفترض أن تكون وجيزة. المواطنين يعني يطالبون بضرورة عودة هذه المؤسسات لتفعيل هذه المؤسسات من أجل أن تقدم لهم خدماتهم، ومن أجل أن توفر لهم الأمن والأمان، ومن أجل أن توفر لهم احتياجاتهم. فالحقيقة أن الحكومة خطت هذه الخطوة واتخذت هذه القرارات، ونحن علينا كسلطة محلية مسؤولية مباشرة دون أي تخاذل في بلورة هذه القرارات وفي مؤسسة الدولة
بما يحقق للمواطن الأمن والأمان، وعلى المستوى العسكري فالقيادة العسكرية هي أيضا مسؤولة عن إعادة هيكلات وبناء الجيش الوطني وتنفي وتنفيذ قرار تمد المقاومة في إطار الجيش. وفي خطوات الآن في دمج المقاومة في إطار الجيش قد تصل خطوات، ونحن سنتعاون كلنا في وهذا كان واضحا في القرارات أستاذ محمد، لكن حدثني أكثر عن الوضع الآن في تعز، بما أنك الآن تتحدث من تعز وأنت وكيل محافظة تعز هناك، كيف تجري الأمور الآن هناك؟ كيف يعني يعيش الناس حياتهم، الموظفون؟ هل هناك مؤسسات فاعلة للدولة يعني تمارس مهامها على الأرض؟ هل هناك دوام؟ كيف يتم الأمر في تعز؟ هو الوضع هو الأمر مش طبيعي يعني، طبعاً فعل الأشغال وفعل الأوضاع، لكن الآن ما في مجال، الآن مهمتنا أن نحن نعيد بناء هذه المؤسسات ونفعل هذه المؤسسات بشكل طبيعي من ما يقدم الخدمة للناس وما يقدم وما يعمل وما يحقق أيضا إعادة الحياة المدنية لتعز، أبناء تعز يعني مع المدنية مع التوجه المدني مع إعادة بناء الدولة، ما فيش حد في هذا الاتجاه، والظروف والمجال متاح لنا كسلطة محلية أننا نشتغل، فعلينا فقط أن نكون في مستوى المسؤولية والإمكانيات توفرت ولو بالحدها الأدنى، لكنه في الأخير إحنا ممكن هذه الإمكانيات تتطور إذا أثبتنا إنجاز في الميدان، وأيضا إذا تمكننا من تحصيل موارد المحافظة أيضا بصورة رسمية ستوفر الإمكانيات اللازمة لتفعيل هذه المؤسسات. وما أعتقد في شيء معيق أبدا بالنسبة لنا الآن إلا المناطق التي لا زالت في خط النار، لكن بقية المناطق التي هي تحت سيطرة المقاومة والمديريات المحررة ما في يعني اي صعوبه لإعادة المؤسسات الدوله فيها وإعادة الحياه المدنيه الطبيعيه. طيب هذا الامر يدفعني الى التساؤل، ان هذه القرارات التي صدرت من قبل الحكومه من قبل رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر، كيف ستسهم اذا ما علمنا ان 80% من تعز هي محرره، كيف ستسهم باستكمال تحرير المحافظه والمدينه من ميليشيات الحوثيين وصالح؟ هذه مهمة عسكرية، احنا كسلطة محلية مهمتنا العمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، لكن عندنا جيش الآن، عندنا يعني جيش وتوكل المقاومة في إطار الجيش، وأنت بتوكل للقيادة العسكرية في استكمال رحلة تحرير تعز، ونحن عون لها ونحن سنكون أيضا القوة المساندة والداء والفاعلة لدعم هذا الجيش واسناده لتنفيذ مهمته القتاليه في تحرير تعز. وهذه مهمه يعني اعتقد تنتظرها تعز منذ فتره طويله. ولكن برضو حتى الامكانيات المحدوده اللي توفرت الان للجيش بدفع المرتبات الذي في اطار المقاومه، ايضا للعسكريين في ايضا مرتبات العسكريين اللي هم في البيوت بيتم حشدهم وبيتم دفع مرتباتهم، هذا كله يساعد نحن على بناء مؤسسه عسكريه فعلا قادره على ان تلبي مهمه تحرير تعز وتتحمل مسؤوليتها، ونحن ايضا سنكون عونا لها على كل المستويات كسلطه محليه وكقوه سياسيه. اشكرك وكيل محافظه تعز الاستاذ محمد عبد العزيز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. وبالعوده اليك استاذ عبد الله اسماعيل، يعني قال الاستاذ محمد ان المواطنون يطالبون باعاده مؤسسات الدوله ويطالبونها بان تحفظ الامن والامان، لانها ستحفظ الامن والامان وستلبي احتياجاتهم. اذا في الاخير هناك حاجه لوجود مؤسسات الدوله حتى وان كانت طبيعة سير عملها يعني كان حاصلا أو حادثا بداخل تعز، وهو يعني الأمر الذي سيكون طبيعيا لأن الناس يريدون أن يعيشون. هل هذه القرارات ستعطي يعني نظرة أخرى بالنسبة للمواطنين تجاه الحكومة، خاصة أن هناك تراكم من النظرات السلبية حول ملف تعز؟ يعني بالتأكيد، أولا أنه يعني شبه دولة مؤسسات في حدها الأدنى هي أفضل من انعدام الدولة، وهذا ما يفهمه اليمنيون، ما يفهمه التعزيون، ما يفهمه الماربيون، ما يفهمه العدنيون.
هذا هو المبدأ الذي نحن نتحدث عنه. دولة ضعيفة، مؤسسات ضعيفة أفضل من ميليشيات تحكم وتتحكم وتقتل وتحاصر وتقضي على كل الحياة المدنية والحقوق والحريات، وبالتالي ليس هنالك أكثر فهما لطبيعة وأهمية تحرك وعودة المؤسسات الدولة من أصحاب تعز ومن سكان تعز ومن مثقفي تعز ومن مقاومة تعز ومن جيش تعز، وبالتالي هذا أمر مهم. إذا ما تحققت هذه الخطوات في إعادة وتطبيع الحياة وعودة المؤسسات ستنعكس على كثير من المناطق الأخرى، ونحن دائما كنا نقول وما زلنا على الحكومة الشرعية أن تقدم النماذج المحترمة في المناطق التي تحت سيطرتها والمحررة، وهي كثير وهي أكثر من 80%. هذه التجارب التي ستعكس رغبة الحكومة في تطبيع الحياة، وتعكس أيضا الاختلاف الشاسع ما بين الأداء الحكومي وما بين أداء الحكومة والدولة وما بين العصابات والميليشيات. المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين وصالح ما زالت تتردى فيها الخدمات وتسير إلى الأسوأ. بالعكس، يجب أن تكون المناطق المحررة في تطبيع متصاعد تسير إلى الأحسن، وهذا ما نشهده لنكون واقعيين. حتى لو كان لدينا أي تحفظات على يعني مدينة كعدن في بعض الاختراقات الأمنية، لكن حتى الملف الأمني في عدن في تطور وفي تنامي، هنالك تطبيع للحياة في مأرب، في مناطق أخرى تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية. تعز ستكون أيضا نموذجا ومثالا لهذا التطور ولهذه ولأن تقدم الحكومة الشرعية فيها تجربة واضحة وصارخة ومحددة في أن تواجد الحكومة الشرعية والدولة هو في صالح الناس. الناس هناك يعني كشأنهم شأن أي مكان في الوطن اليمني الذي يعني اكتووا بنار الميليشيات وعدميتها وهامجيتها، لا يمكن إلا أن يطالبوا يعني بعودة الدولة ومؤسساتها، وأعتقد أنهم سيكونون عونا لهذه الحكومة إذا ما صدقت النوايا في الاتجاه لتطبيع الحياة والتعامل مع الملفات المفتوحة والمهمة التي تلامس يعني خدمات ومتطلبات المواطنين. طيب أستاذ عبد الله، ما الذي يفهم من أن هذه القرارات صدرت يعني جاءت أيضا بعد أو خلال اجتماع لرئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر مع قيادات في السلطة المحلية وكذلك يعني ممثلين عن أحزاب لقاء المشترك في محافظة تعز؟ يعني لابد أن يكون لدينا وضوح وشفافية. يعني إشكالية يعني هنالك كما نعلم وبوضوح شديد، هنالك شيء من التحفظات، هنالك شيء من الرؤية الغير مبررة أو المبررة لما يحدث في تعز، هنالك إشكالية في تقييم بعض الفصائل المقاومة في تعز، هنالك تخوفات ما، وأنا قلتها بصراحة أن هنالك تخوفات من انتصار تعز لبعض الأطراف، وبالتالي من الأهمية بمكان أن يكون هنالك جهد مشترك ومتجمع ومجمع يقضي على هذه الملفات التي تشكل ربما قلق ما لدى البعض أو الآخر حتى في داخل صفوف الشرعية، لنكون واضحين وشفافين. يعني من شأن موضوع دمج المقاومة في الجيش الوطني أن يقدم حلول كبيرة وأن يساعد أيضا على يعني القضاء على كل التباس يمكن أن يستخدم أو أن يوظف أو حتى أن يشعر به في التعامل مع مسألة تحرير محافظة تعز. لن يكون هنالك أي مبررات بعد أن تدمج المقاومة بالجيش الوطني وأن تصير من أساس الجيش الوطني وأن تطبع الحياة المدنية في هذه المدينة وأن تكون الكلمة الأعلى والأقوى هي للدولة والحكومة، وبالتالي أعتقد أن هذه خطوة مهمة لتلغي كل هذه الحسابات للأسف التي أخرت الحسم في تعز وسببت بكثير من المآسي والكوارث لمدينة تعز ولأبنائها. أعتقد أن هذه خطوات مهمة يجب أن تستمر وأن يعني يلتف حولها كل الأحزاب والتنظيمات والفعاليات السياسية والاجتماعية والمجتمعية والفئات في تعز للوصول إلى شكل جديد في التعامل مع القضايا، وبالتالي أعتقد أن هذا سيسهل اتخاذ يعني قرار الحسم الذي أتوقع وأنا يعني أثق في ذلك أنه سيكون قريب جدا بعد هذه الخطوات المتخذة. وما ذكره ضيفك الكريم من أن هنالك أيضا خطوات أكبر
ستتم خلال الأيام القادمة. طيب دعنا نتحدث أكثر حول يعني خطوة والتوجيه باستكمال دمج المقاومة وأفراد المقاومة في الجيش الوطني وأثر ذلك على عملية التحرير، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا نكمل الحوار، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستكمل الحوار في هذه الحلقة الخاصة والتي تعنى بالقرارات أو حزمة القرارات التي قام بإصدارها رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر والتي تخص محافظة تعز. بالعودة إليك أستاذ عبد الله، هناك خبر في اجتماع رئيس الوزراء بعدد من أو بلجنة صرف مرتبات المنطقة العسكرية الرابعة اليوم برئاسة وزير الزراعة والري أحمد الميسري، تحدث على أن رئيس الوزراء وجه بالبدء الفوري بتسليم مرتبات القوات المسلحة والأمن في محافظة تعز، وكذلك عن استكمال كل الإجراءات التحضيرية وحصر كشوفات المستفيدين. هل هناك إشكاليات تتعلق بمحافظة تعز بخصوص موضوع يعني استكمال دمج المقاومة بأفراد المقاومة في الجيش والأمن، وهناك إشكاليات في موضوع الكشوفات وما شابه، أم ما الذي يؤخر هذه العمليات بشكل عام؟ يعني أنا أعتقد أن هذا القرار اليوم أو هذا التوجيه الواضح من رئاسة الحكومة هو بداية لحلحلة هذه الإشكالية، لكن أيضا لابد أن نشير أيضا أنه إلى الآن لم تحدث هنالك خطوات جدية في موضوع دمج المقاومة بالجيش الوطني. يعني نحن الآن نشهد المحاولات أو نقول الخطوات الأولى والجدية لهذا الأمر في ملف محافظة تعز، وأعتقد أيضا أنه من المهم أن يسبق التحرير هذه الخطوة، خطوة الدمج وخطوة أن يكون هنالك يعني استيعاب لكل رجال المقاومة ممن لن يعودوا إلى وظائفهم وأعمالهم السابقة قبل المقاومة. ونحن نعود ونكرر أن كثيرا من المقاومة التي ظهرت في تعز وفي غيرها من المناطق هم موظفون وطلاب جامعات ومهندسون وأطباء، وبالتالي هنالك يعني عدد منهم سيعود إلى وظائفه، وبالتالي هذا لابد أن يفرز بشكل جيد. هنالك من يجب أن يستوعبوا في إطار قيادة موحدة، هذه القيادة يجب أن تكون لها القول الفصل، وأعتقد أن هذا الأمر سينعكس أيضا أولا على التحرير وأيضا على ما بعد التحرير، بحيث أنها ستكون هنالك مؤسسات قائمة، سيكون هنالك أجهزة أمنية واضحة ومحددة وقائمة، سيكون هنالك مؤسسة عسكرية متماسكة، وبالتالي لن يحدث هنالك انزلاق إلى ما يمكن أن نسميه فوضى أو شبه فوضى أو ما حدث مثلا بعد تحرير مدينة عدن في بدايات ما بعد التحرير. وبالتالي أعتقد أن هذه خطوة مهمة، أكيد هنالك إشكالات كبيرة يجب أن تناقش بشكل علمي ومدروس. يعني وأن توضع هل معروف ما هي هذه الإشكاليات أستاذ عبد الله؟ هل هي تتعلق بموضوع يعني عدم استيعاب الميزانية لهؤلاء الأفراد، أم أن الأمر متعلق بعدم تأهيلهم عسكريا بشكل أو بآخر، أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى حضور نوع من الولاءات والإشكالات في انتماءات هؤلاء الأفراد لتيارات معينة محسوب عليهم؟ يعني هو يعني ربما نقول الثلاثة الأمور التي ذكرت ربما تكون حاضرة في موضوع وفي ملف استيعاب المقاومة في الجيش الوطني، وأعتقد أن السببين الأول والثاني يعني هما مطروحان ولكن يمكن علاجهما. السبب الثالث هو أيضا مطروح، لنكون واقعيين أيضا يجب أن يكون هنالك شفافية في هذا الطرح وفي هذا التناول، لا يمكن أن يكون هنالك إغفال لأي مقاوم، المقاومون واضحون، ولكن لا بد أن يكون هنالك صدق في موضوع، لا بد أن يكون هنالك اندماج، يعني لا يسمح على أن يكون هنالك ميليشيات خارج إطار الجيش الوطني. هذه وجهة نظري، من وافق ومن رضي بأن يكون جزء من الجيش الوطني على الحكومة أن تستوعبه وأن تتجاوز كل الأسباب التي ذكرت سواء كانت مادية أو حتى في موضوع التدريب، يذهب للتدريب ويدخل في معسكر التدريب ويندمج في الجيش الوطني، لكن لا يسمح أبدا في وجود ميليشيات أو يمكن أن نسميها قوة خارج إطار الجيش الوطني. هذا أمر سيعطي يعني نموذجا رائعا، حتى عندما نستكمل التحرير وتحرير مدينة تعز ستكون الأمور مختلفة تماما، سنقدم نموذجا رائعا، سنقدم جيشا متماسكا وجيشا وطنيا متماسكا،
لكن دون إغفال للمقاومة ودون يعني ظلم للمقاومين. هذا أمر أعتقد أنه مهم، وهذه الأسباب التي ذكرت يمكن التغلب عليها إذا ما وجدت الرغبة الحقيقية والتوجه الصادق في إطار حل هذه المشكلات. نحن يعني يجب ألا نؤخرها أكثر، يعني يجب ألا تتأخر هذه الخطوة أكثر من ذلك. هذه الخطوة كان يجب أن تتم من وقت مبكر. أوكي فليكن، نحن الآن بدأنا، يجب أن تستمر هذه الخطوة وأن تكون في مقدمة الخطوات فيما يخص الجيش الوطني والمقاومة في مدينة تعز. أنا أؤكد أنها ستكون لها تأثير السحر على موضوع تحرير تعز، وليس فقط تحرير تعز، تقديم نموذج لبقية المناطق، وربما تمتد إلى تحرير بقية المناطق في جوار تعز، وربما تؤثر أيضا. وأنا أقول دائما أن معركة تعز هي 80% من المعركة مع الإنقلابيين. طيب ينضم لنا الآن أستاذ عبد الله وكيل وزارة الثقافة والمحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور أخي. حياكم الله، طبعا أنتم تنضمون لنا من عدن. الآن السؤال الذي يطرح نفسه، هذه التوجيهات التي لها نوع من التأثير الاقتصادي التي يتوقع منها انتعاش نوعا ما للأوضاع المالية لمحافظة تعز، ومنها أيضا ما يتعلق بالترتيبات العسكرية، ترتيبات إدارة الدولة بحد ذاتها هناك. السؤال يقول، هل بالفعل هذه التوجيهات ستؤثر على المدى القريب، على المدى المنظور، أم أن الأمر لا زال فيه نوع من دهاليز البيروقراطية في نهاية المطاف؟ لا أعتقد ذلك، هذه التوجيهات سوف تؤثر بشكل مباشر وكبير على مسألة عودة استعادة الدولة ومؤسساتها في تعز. هذه المرحلة هي مرحلة استعادة الدولة، استعادة الدولة استعادة الدولة في الذهنية العامة، في الذهنية العامة للناس. هذه العملية تبدأ من مسألة مستحقات الناس، أي رواتب الناس، وعلى درجة أساسية رواتب الجيش الذي ظل يقاتل لمدة عامين تقريبا إلى الآن، والغالبية لا رواتب لا مستحقات. وأيضا هناك مشكلات تراكمت على مدار العامين، والسبب كان يعود إلى التحكم في المركز المالي الذي ظل في العاصمة صنعاء التي احتلتها الميليشيات. وبالتالي أول نتائج نقل البنك المركزي ونقل المركز المالي سوف تنعكس على المناطق المحررة في عودة الرواتب، عودة النفقات التشغيلية، استعادة مؤسسات الدولة وإعادة هيبة القانون وتطبيع مسألة الحياة داخل هذه المحافظة. طيب الآن أنت أشرت في كتاباتك إلى ضرورة استكمال دمج المقاومة والجيش ضمن ضرورة استكمال دمج المقاومة ضمن الجيش والأمن. هذا التوجيه الذي جاء من رئيس الوزراء، هل سيصب في هذا الاتجاه؟ وأيضا ما الذي أخر الأمور كل هذا الوقت؟ يعني نحن نتحدث عن موضوع دمج المقاومة منذ أكثر من عام. عملية دمج المقاومة ليست عملية سهلة، والعملية أيضا ارتبطت بمسألة الإمكانات. هذه المسألة بدأت مسألة قطع استمارات الانتساب، تحديد المستوى، تحديد أيضا من هم العسكريين السابقين الذين كانوا ضمن الأجهزة، من هم الذين ليسوا مثلا موظفين أو كانوا موظفين مدنيين وهؤلاء سوف يعودون على أعمالهم المدنية. نحن نتكلم الآن عن مجموعة عمليات في مسألة الدمج وليست عملية واحدة. هذه مجموعة عمليات ارتبطت بمجموعة العسكريين الذين قادوا المقاومة وكانوا منخرطين فيها، وهم مجموعة كانوا ضمن جيش الجمهورية اليمنية، وهؤلاء أرقامهم كانت مستمرة وعليه هؤلاء قسم، والقسم الثاني هم المنخرطين الجدد من المقاومين في الجيش الوطني. هؤلاء جرى تعطيلهم كسرايا، ككتائب، ضمن ألوية. هذه المسميات التي كانت سائدة في تعز اليوم اختفت تماما، ولا يظهر لنا سوى 4 ألوية، هو اللواء 17 اللواء 17 مدرع، وأيضا اللواء 35، اللواء 22، واللواء 170 دفاع قوي. وبالتالي هذه الأربع الألوية هي من الآن من تمثل الجيش الوطني في تعز خلال جيش كل المقاومة. طيب اليوم في اجتماع جمع رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر مع
لجنة صرف مرتبات المنطقة العسكرية الرابعة برئاسة وزير الزراعة والري أحمد الميسري وجه بندغر بالبدء الفوري بتسليم مرتبات القوات المسلحة والأمن في محافظة تعز وكذلك استكمال كل الإجراءات. هذا اللقاء حضره نائب وزير الداخلية، حضره نائب رئيس هيئة الأركان اللواء الركن أحمد سيف اليافعي، كذلك قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن وعدد من القادة وكذلك محافظ تعز علي المعمري. الأمور الآن باتت أوضح بالنسبة لكل المسؤولين، هل هناك نوع من الشفافية حول موضوع دمج المقاومة بالجيش الوطني وكذلك وضوح في طرح الإشكالات وعدم يعني تعرقل الأمور بسبب البيروقراطية كما يقال؟ لا، هذه العملية قد تجاوزت مسألة البيروقراطية، الدم قد تم من الناحية الإدارية، الآن يتم تنفيذ ما تم دمجه، أي صرف الأثر المالي المتطلب الناتج عن هذه العملية. عملية الدمج اقتضت أولا مسألة الترقيم للقوة التي دمجت في الجيش، استكمل الترقيم، الآن تبدأ العملية الثانية هي التنفيذ للرقم المالي أي عملية الصرف. هذه المسألة مناطة باللجنة، اللجنة لها محور عمل دقيق، هنالك أيضا بصمة وهي ما كنا نعانيه في العام 2013 و2014، عدم إتقان الجيش من كادر الخدمة المدنية في نظام البصمة لضمان عدم التكرار أولا ولضمان وعدم وجود أسماء وهمية أو ما كان يعرف بالجيوش الوهمية. هناك أفراد اليوم موجودين بأسمائهم بصفاتهم يتم التحقق بهم، وبالتالي هذه العملية هي لشهرين واحد لاستكمال عملية البصمة والتعصير، وبالتالي سوف تتحول العملية فيما بعد كعملية روتينية، وهذه المسألة سوف تستمر بمسألة الصرف. لم تصرف رواتب سوى للأشخاص بأنفسهم بذاتهم يعني. إذا أشكرك الأستاذ عبد الهادي العزازي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. بالعودة لك أستاذ عبد الله إسماعيل، الأمور يبدو أنها تتجه نحو حلحلة للوضع بداخل تعز. هذا الأمر كما تفضلت أنت، كما يتفضل يعني كما يتحدث كثيرون من المراقبين على أنه سيؤثر في حلحلة الأمور في الجمهورية ومعركة استعادة الدولة من الإنقلابيين. إذن هل يجب الضغط ومتابعة هذا الأمر بشكل دائم من قبل وسائل الإعلام حتى يحدث الضغط على المسؤولين، على من يحاول أن يتراخى في هذا الملف، أم أن هناك حاجة لإعطاء نوع من الراحة ونوع من الوقت والمهلة للمسؤولين الحكوميين حتى يقوموا بأداء عملهم دون ضغط؟ يعني أنا أعتقد أنه لا مجال للراحة ولا للهدوء أصلا. يعني نحن أمام معركة، وهذه المعركة متعددة الاتجاهات، متعددة يعني الأفرع، ربما يعني نتحدث عن المعركة بكل معناها، ليست المعركة مع الانقلابيين ومعركة استعادة الدولة اليمنية ليست فقط معركة عسكرية على الإطلاق، هي معركة أيضا إعلامية، وهي معركة في الخدمات، وهي معركة اقتصادية، وهي معركة تطبيع للحياة، وهي معركة إعطاء القدوة وإعطاء المثال الجيد. هناك إشكالات في الحكومة يجب أن يعني أن تتم انتقادها بشكل واضح، هناك أخطاء لا أعتقد يعني في بعض الأحيان غير مبررة لا تجد لها تبريرا، ولكن أيضا يجب أن يكون الإعلام كما أنه عينه يعني واسعة وواضحة ومسلطة على هذه الانتقادات وهذه الأخطاء، أن أيضا أن يركز على موضوع الإيجابيات، لأننا في حرب، نحن في معركة كبرى. يعني عندما نتحدث عن حلول مشاكل المرتبات في المناطق المحررة يجب أن تكون هنا واضحا أنه إنجاز من إنجازات الحكومة، ويجب أن تستمر في هذه الإنجازات لتصل هذه المرتبات إلى الأشخاص الذين لم تصل إليهم، وليس هنالك عذر للحكومة الآن. يعني هنالك يعني أصبحت في مقدورها أن تتحرك، أن تتحرك داخليا وأن تتحرك أيضا خارجيا لتوفير مثل هذه الأمور. عندما تحققت أو الإرادة حلت مشاكل كثيرة، حلت مشاكل الطلاب المبتعثين في ماليزيا وفي روسيا وفي مناطق أخرى، اليوم في الأردن ومصر، إذن هنالك قدرة على الإنجاز. هذا الإنجاز يجب أن يتسارع، هذه عودة وتطبيع الحياة في عدن، في مناطق أخرى، في مأرب، في تعز، يجب أن تتسارع ليلتمس أو يلمس المواطن أنه عندما يقول نحن نريد استعادة المؤسسات ونريد الدولة أن يكون هنالك وضوح في أنه بالفعل
سيستفيد إذا ما عادت الدولة. أعتقد هذا الأمر هو في مجمله يعني يمكن أن نقول أنه باكج واحد، أنه سلة واحدة. لا يجب على الاهتمام فقط في الجوانب العسكرية وإهمال الجوانب الاقتصادية، يجب أن يهتم فقط بموضوع تطبيع الحياة ثم ينسى موضوع الأمن. الأمن أيضا مهم جدا، وذكر يعني ضيفك الكريم أهمية أن يشعر المواطن بالأمن في المناطق المحررة. هذا أمر مهم جدا وحيوي، وأعتقد أنه سيؤثر على كثير. يعني الآن هنالك تنافس، يجب أن تكون الحكومة في المرتبة الأولى كما هي الآن. هنالك تنافس مع الانقلابيين الذين يحاولون أن يلعبوا في الوقت الضائع، وأنهم غير قادرين على ذلك. هم الآن لم يسلموا مرتبات الناس أكثر من 4 أشهر. الحكومة تتخذ خطوات مهمة، لكنها يجب أن تكون متسارعة، أن تخرج طيب. قليلا من مواضيع الفساد التي تنتقد فيها في موضوع بعض طيب. التعيينات وبعض عدم الشفافية في بعض الأمور. أعتقد أن هذا أمر حي ومهم، وهو جزء من المعركة الكبرى لاستعادة الدولة الإمارية. طيب، أنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا أستاذ عبد الله، موضوع تحمل عبء نقل البنك المركزي إلى عدم بعد التأخر الذي اعترف به رئيس الجمهورية في حديثه للشعب كان وقت ذاك. هذا الأمر العبء الاقتصادي، هل ستتوفر الميزانية للدولة أو ضمنت الحكومة الشرعية يعني وصول ميزانية وأموال تكفي يعني صرف مرتبات وعملية بناء مؤسسات الدولة من أول وجديد؟ هل ستعتمد على يعني تمويل خارجي من قبل الدول الداعمة للشرعية اليمنية، أم أنها ستعتمد على تفعيل مؤسساتها على الأرض على محاولة ابتكار حلول في المحافظات المحررة، وهي كما يتحدث رئيس الجمهورية 70% من التراب اليمني أو أكثر؟ يعني بالتأكيد يعني عودة الحكومة أولا إلى الداخل اليمني هي عودة مهمة جدا. عندما تتصرف الحكومة اليمنية الشرعية على أنها حكومة، ستجد الحلول وتجد البدائل، ستتحرك داخليا في تعظيم الموارد وتشغيل ما يمكن تشغيله وجمع الإيرادات وتفعيل القطاعات الاقتصادية وتفعيل أداء البنك المركزي، وأيضا إعادة موضوع بعض يعني تشغيل الميناء، تشغيل المطار. هنالك كثير من التحركات في قطاعات اقتصادية، في النفط، في الغاز، يمكن أن تتحرك في إطارها. عودتها إلى الداخل أيضا سيسمح لها بالتحرك الخارجي. هي لابد أن تتصرف على أنها دولة، أن تفهم أنها حكومة، حكومة معترف بها، فهي تستطيع أن تضغط باتجاه دعم خارجي إذا ما رأى المجتمع الدولي وكثير من المانحين أن الحكومة تتحرك بشكل صحيح، وأنها تؤدي فعلا حقيقيا في تغيير حياة الناس وفي التخفيف من آلام الناس التي سببها الحوثي وصالح. فأعتقد أنها ستجد كثير من الداعمين الذين لن يبخلوا في أن يحدثوا أثرا حقيقيا على الأرض. التجربة السابقة كانت رائعة، حتى الآن تجربة الطلاب المبتعثين، تجربة المرتبات للعسكريين، وأيضا حتى للمدنيين، توفير بعض الميزانيات لبعض المحافظات، هذا أمر مهم وهو إنجاز جيد، وهذا يعني أنه بإمكان الحكومة أن تتحرك في قطاعات وفي اتجاهات مختلفة لإيجاد أثر حقيقي على الأرض. أنا في تصوري أنه من المهم أن تتحرك بفكر الحكومة وفكر الدولة، هذا هو أهم ما في الأمر. هو يعني يتحولوا من حكومة ما كان يمكن أن نسميه حكومة منفى إلى حكومة فعلية على الأرض، وهذا أعتقد أنه أمر يعني أصبح قريب المنال. التحرك بعقلية الدولة والحكومة الشرعية هو أمر مهم، يمكن أن يعني يساعد في كثير من حلول الإشكالات الداخلية والخارجية. جزيل الشكر المحلل السياسي أستاذ عبد الله إسماعيل، كنت معنا عبر السكايب من القاهرة في حلقة اليوم. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزملاء في طاقمي الإعداد والطاقم الفني. إلى اللقاء.